صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الكاميرا كاشي ياسين. ضيفنا اليوم هو الوجه السياسي المعروف والأمين العام لحراك تونس الإرادة عدنان منصر. احنا منش ديمقراطية عنا 50-60 سنة ديمقراطية، احنا في الخطوات الأولى بتاع الديمقراطية، عبارة انت تغرس في شجرة وشجرة طالعة معوجة وانت تدز فيها باش تطلع معوجة. بطبيعة الحال الشجرة هذه مش تعمل نمو طبيعي، وعبارة انت تبني في قنطرة والعرس تطلع فيها معوجة، القنطرة فبعتلي باش تطيح علينا الناس الكل. عدنا ننزل ضيف عند نبيل بن عمر وحسام الساحلي باش يحكي على الواقع السياسي والاجتماعي في تونس. ما كانش تصور جملة اللي تستنى فيه حالة اجتماعية فريدة لازم يلقى لها حل. ضيفنا في الانترفيو الامين العام لحراك تونس الإرادة عدنان منصر، مرحبا بك. مرحبا سيدي. شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك سي عدنان. في اول هكا نبدا نحكيو على الاكتواليتي، عن التصويره جلبت الانتباه وتصويره ناس الكل بارتاجاتها، تصويره رئيس الحكومه يوسف الشاهد وهو تبارك الله عليه طويل القامه جنبه نعم جنبه يقال جنبه نبدا نحكيو بالمصطلحات اليوم، خلينا ضبط الكلمه. وخد امامه مواطن في حاله من الحزن والترقب والانتظار والخوف، برشا برشا احاسيس شفناها في وجه المواطن اللي مقابل يوسف الشاهد. انا وجعتني برشا التصويره اللي شفتها البارح، توجع التصويره برشا، توجع من ناحيه وضعيه السيد الرجل المسن هذايا اللي هو في ظاهر انه في وضعيه اجتماعيه سيئه وسيئه وسيئه جدا، ويترقب شيء، ينتظر شيء، يستنى في شيء. مع النقطه خارجيه من امام مقر ولايه، معنا علي طرابلسي. الو علي. مرحبا بك نبيل، موجود قدام مقر ولايه. هنا ثم تحرك احتجاجي لبعض المعطلين على العمل، لكن خلال التحرك الاحتجاجي هذا سمعنا صوت اطلاق نار قادم من داخل مقر ولايه. مش عارفين شنو اللي صاير بالضبط لهنا، باش نحاولوا يعني نقرب شويه ونشوفوا يعني مصدر اطلاق النار هذايا، نرجع لك باكثر تفاصيل نبيل. دونك اطلاق نار عقب احتجاج لعاتلين عن العمل امام مقر الولايه. به خبر عاجل جينا تونس انباء عن احتجاز رهائن بمبنى حكومي بولايه التونسيه، والشرطه تطوق المكان من فرانس 24 يجينا الاخبار، لكن نحن نحاولوا ناخذوا مباشره علي طرابلسي من عين المكان باش نعرفوا شنو اللي قاعد يحدث هناك في مقر ولايه. تعليق عدنان قبل من ربي قدر الخير ان شاء الله لاباس. الامور يبدو انها خذت معناها منعرج اخر، مش عارف الاخبار هذه دقيقه ولا لا، نستناو ونشوفوا. اما هذه اول مره يظهر لي تحصل، اذا كان صحيح الخبر هذه اول مره تحصل، وهذا ممكن يكون منعرج. ما نعرفوش شنو الاسباب الاحتجاز، من يحتجز، شنو مش واضح شنو الدوافع عن احتجاز رهائن، من يحتجزه، من معنا علي طرابلسي. يقول علي. علي اهلا بك علي. نبيل موجود داخل انا في بهو ولايه، هنا مش عارفين شنو اللي صاير بالضبط، ثم حاله نتاع فوضى وارتباك كبير لهنا، يعني ثم حديث موظف يقول انه شاف شخص افتك سلاح نتاع عون امن، وثم حديث على احتجاز رهائن، يعني الشخص هذا يقولوا انه اقتحم مكتب الوالي، مش عارفين شنو اللي صاير بالضبط. اسمع باش باهي نعاود نتصلوا بعليه خاطر انقطع مع الاتصال. يقول اقتحام مكتب الوالي وافتكاك سلاح عون امن، ممكن يعطينا معلومه حول او تاكيد حول الخبر؟ جينا صور زاد كيف كيف من محاذيه للولايه، يبدو سيارات وتحرك غير سي عدنان. إذا كان كما ذكر أول قوات الأمن، قوات الأمن ظاهر أن العملية حقيقية، ثم احتجاز رهائن وباستحت السلاح. إذا كان الأمر يتعلق بأحد المواطنين اللي افتك سلاح رجال الأمن واحتجز الوالي أو بعض موظفي الولاية، يعني ربما يكون فعلا نخشى أن يسقطوا ضحايا. ربي قدر الخير. وكا معنا علي مره اخرى. به علي. اقتل علي. اقتل اقتل. الو الو الو. اه الو. ما تقولش مباشر. شكون معايا سامحني؟ شكون ما تقولش المباشر؟ على نتاع علي طرابلسي مراسلنا. ما تقولش المباشر. ماشي قاسين المباشر، ما شكون في لاباري؟ زول لي خويا، انا ياسين البوغانمي، عمري 26 سنه، باك بلس 3، رزيت بالفقر والهم نبيع في الدخان الجزيري. الوالي كل يوم يبعث لي شكون يفك لي الناس. ياسين. الو ياسين. شكون خويا؟
عدن مصر. ياسين ياسين خويا، راهو اللي تعمل فيه هذا مش باش يحل المشكل، راهو بزيد يعقد المشكل. شنو نعمل خويا؟ باه كيفاه تحبوا واحد يتصرف؟ باه ياسين انت في الحكم وماكم تحكموا، كيفاه واحد تحبوا يتصرف؟ ياسين راني تعبت. اي تعبت 26 سنه ياسين، غير تعبت. ياسين ياسين ما تزيدش تعقد الوضعيه يا عيش خويا، ما تزيدش تعقد الوضعيه. راهو مرض وجهل، كيفاه تحب واحد يتصرف؟ عدنان مع الدخول ياسين على الخط عبر التليفون، دخل مباشرة في حوار معاه وحاول يريضوا ويفهموا اللي سو توصل واللي يعمل فيه ماهوش حل. باه حط السلاح الله يخليك، وخير ما يسقطوا ضحايا وتحكاية تتعقد برشا لك انت وغيرك. قول تبعد من قدام الولاية، قول له هاني الرافعه. اذا كان الامن يسمع فينا، هو سياسينا قاعد يتجاوب، ماذا بينا يصير تفاوض اذا كان ثم امكانيه بتاع تفاوض معاه من غير اطلاق نار ومن غير حتى شيء. يضربوا بالغاز، يضربوا بالغاز، يضربوا بالغاز. اطلاق نار بتاع غاز مسيل دموع داخل مقر الولايه. عدنان خاطب الامنيين باش يعرفوا اللي ياسين مستعد يحط سلاحه، وما كانش يعرف اللي ياسين مازال ماهوش ناوي يسلم روحه، والحديث معاه باش يولي بالمسنجر، لكن هذا الكل بعد الفاصل.